محرم إن هجری ورس عدة کا پہلا الشهور مہینہ ہے. عند یہ ان چار الله پوتر 12 مہینوں میں سے ایک ہے شهرا جس في کا الیکھ كتاب سرو الله شکتیمان يوم اللہ نے یہ خلق کہہ کر کیا ہے السماوات ان والأرض عدة الشهور منها عند الله 12 حرم شهرا وهي في كتاب القعدة الله يوم خلق والحجة السماوات والمحرم والأرض ورجب منها كما أربعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم شرف في هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى اسم الله تعالى، فسماه شهر الله المحرم تشريفا له وتعظيما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ويتأكد تحريم الظلم في هذا الشهر العظيم كما يتأكد تحريمه في غيره من الأشهر الحر، لقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن كان الظلم في كل وقت حراما، فعن ابن عباس في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وصوم في شهر الله المحرم من أفضل التطوع، وهو أفضل ما يكون من الصيام بعد رمضان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر